يكون لمعركة حلب، وقالوها مرارا وتكرارا لأن حلب هي بيضة القضبان. السؤال الذي طرحه الأخ من لندن جدا مهم للحكومة التركية. أردوغان قال مرارا وتكرارا حلب خط أحمر، وقال لن تتكرر مأساة حلب، لن تتكرر مأساة حماة اليوم. أين هو هذا الموقف التركي؟ أين هو الموقف العربي؟ أين موقف أصدقاء سوريا؟ يعني بين قوسين هم عاجزون كما قلت لك، لأن اليوم روسيا هي دولة محتلة لمجلس الأمن، تمارس عليهم الإرهاب السياسي بظل غياب وضعف أمريكي فاضح، وربما تآمر وربما صفقات واتفاقات من تحت الطاولة بين الروس والأمريكيين، وكل ما نراه على الشاشات هو كله كذب وخداع، لأنه اليوم تقاسم النفوذ والسلطة والتقسيم في سوريا هو ما تسعى إليه هذه الدول الكبرى. لكن اليوم صمود أهل حلب، مقاومة أهل حلب لا صحيح. يعني هناك بعض العائلات التي تحاول الفرار من الجحيم الروسي الإيراني الأسدي في حلب، لكن هذه أهل حلب لا يريدون أن يتركوا أراضيهم. أنت تتحدث عن 250 ألف مدني محاصر، هذا رقم مخيف، يعني رقم عاجز المجتمع الدولي عن إيصال يعني دواء ومساعدات له. كيف تستطيع تمرير حل سياسي أو حل عسكري إذا كانت الأمور الإنسانية عاجزين عن تحقيقها بشهادة ديموستيرا، بشهادة أوبراين، بشهادة اليونيسيف، بشهادة كل المنظمات الدولية والمدنية المحلية العاملة؟ اليوم يجب أن تكون هناك ردع للروس، ردع. يعني حقيقة هذه الجرائم يجب أن تحال إلى محاكم يرتكبون جرائم بحق الإنسانية. هناك أنتوا السوريين ارضعوا الروس، the right to protect، حق المدنيين بالحماية، هذا أبسط قانون. العرب يرضعوا الروس فيه في مناطق نزاعات أخرى حول العالم. لماذا شو ناقصهم العرب يرضعوا الروس؟ حماية المدنيين على الساحة السورية وبالأخص على ساحة حلب. اليوم نحن أمام موقف يعني جدا جدا مخزي. أعود وأشير، هناك اجتماع في فرنسا، أين أصدقائنا العرب؟ أين أصدقائنا الخليجيين بشكل عام؟ سقوط حلب بيد النظام السوري أو بيد الروس، أريد أن أقول بيد الروس بشكل خاص، هي كارثة، هي كارثة للمنطقة بكل معنى الكلمة. هذه بوابة التدخلات والاحتلال الكامل لإيران وروسيا على الأراضي السورية. لا ننتظر شيئا من قدوم إدارة أمريكية جديدة، لا ننتظر شيئا بعهد ترامب أن يرسل قوات عسكرية أو أي شيء. لا، هو ربما سيرفع منصوب الصراع مع إيران، لكن اليوم المجتمع الدولي بحاجة إلى وقفة صارمة ضد الروس. لا أدري ما هي الآليات المتواجدة. وأهل حلب المنطقة الغربية ليش ما بيساعدوا أهل حرب من المنطقة الشرقية؟ صارمة ضد الروس من قبل من؟ يعني ما احنا شايفين أهل الساحل السوري ليش ما بيساعدوا أهل حلب؟ الكلام نفسه، ولكن يعني عندما يتعلق ليش ما بيمنعوا مطار حميمين يطير منه الطيارات؟ موسكو لا تحتل سوريا فقط كما تقول السيدة فرح، بل تحتل مجلس الأمن وتمارس الترهيب على الأعضاء. ما رأيك في ذلك؟ نعم، روسيا تحتل مجلس الأمن، روسيا عصابات. سيدة فرحات، لأن عواطفه مفهومة. وبوتين يحتل روسيا، نعم. إلى أوضاع الحرب التخريبية، الدمار في سوريا، أنا أفهم عواطفها وهي المواطنة السورية، ولكن أبين أنها لا تفهم أن ما يجري على أرض سوريا في وطنها. روسيا ليست دولة محتلة، روسيا موجودة، هناك قوات جوية فضائية روسية موجودة أكثر من سنة بشوية، 4 سنوات الحرب على الأرض كان يجري بدون وجود أي جندي روسي. لذلك مين مسؤول؟ مسؤول على الائتلاف السوري الذي رفض رفضا قطعا. وإذا السيدة فرحات كانت في الوفد المفوض، أنا أطرح سؤال إليها شخصيا، لماذا الائتلاف السوري أيد فكرة رفض لوقف الإطلاق النار لخلال الشهر الكامل، الشهر الماضي أعلنوا نتيجة اتفاق لافروف كيري وقف الإطلاق النار، هدنة، كانوا ينتظرون. مين كان ضد؟ هؤلاء الناس إرهابيين اللي كانوا يعتبرون أنهم مش إرهابيين، إرهابيين يا سيدة فرحات. هناك النصرة، القاعدة، ولذلك اليوم عشرات الآلاف يخرجوا من هذا السجن اللي كانوا هم محاصرين. كان يحاصر ليس السلطة السورية، يحاصرهم وأوقفوهم في مناطق اقتتال القوى الإرهابية. اليوم عندما انتهت المعارك، كل من يخرج من حلب تقتلوه يا مجرمين أيها الروس المجرمين. حلب الشرقية انتهت، كل ما يخرج من حلب تقتلوهم، كل واحد تحت 40 سنة تقتلوهم.
يزود بمساعدات طبية، بمساعدات إنسانية، أكل. ولكن نحن نسأل، وين هؤلاء الناس اللي كانوا يتضامنون معكم في السابق؟ وين دور من الولايات المتحدة؟ حقوق لجنة حقوق الإنسان والمنظمة حتى الصحة الدولية العالمية. طيب. ليست هناك أحد. روسيا تزود اللاجئين. خليني أرد. هم تركوا بيوتهم. طيب. سيد فرح سأعطيك المجال البشرية يستقبل الأستاذ محمد. معارك جاري الكاسر. معارك من طرفين. طرف واحد طرف ثاني. ننتقل للسيدة فرح للرد على هذه النقاط. بقول لك روسيا لم تكن موجودة قبل 5 سنوات. ليش الائتلاف رفض وقف اطلاق النار في خطة روسيا محتلة سوريا لمدة 40 سنة؟ المنظمات الإرهابية من النصرة وتنتقل إلى مناطق النظام. روسيا محتلة سوريا منذ 1963. يعني هذه بروباغندا إعلامية مضحكة. أنا أشكر التعاطف، ولكن نحن لا نريد منكم التعاطف، نريد أن تحلوا عنا، لا تدخلوا بشؤوننا. لا نريد منكم أن تأتوا إلى سوريا. منذ أن قدم الروس وتدخلوا في سوريا زاد عدد الشهداء من المدنيين بنسبة 45%، بنسبة 45%. عشرات الألوف من المدنيين سقطوا منذ جاء الاحتلال الروسي والطيران الروسي والقواعد العسكرية المحتلة لأرضنا. خرجت المشافي عن الخدمة، البنية التحتية تدمرت، الهجرة الغير مسبوقة من المناطق التي يقصفها الروس والنظام السوري. يعني عن شو عم يتحدث؟ هو حول المشهد السوري. الروس اليوم مشاركون بالخراب سوريا. نحن كشعب الروس هم مجرمون. أنا أقول لك كمواطن روسي الآن، أقول لك كمواطن روسي، أنت تتعاطف معي كمواطنة سورية وكأم. أنا أتحدث عن أهلي، أنت جالس في موسكو، أنا أتحدث عن أقاربي في حلب، أتحدث عن أهلي، أتحدث عن شعبي، أتحدث مع ناسي، أتواصل معهم كل يوم. أنتم جزء من المشكلة ولستم جزءا من الحل. أنتم ساهمتم في خراب سوريا، ساهمتم في زيادة قتل المدنيين، ساهمتم في المهجرين، ساهمتم. نحن المهجرين. أنتم لم يتركوا مدينة حلب، لم يتركوا، خرجوا. اذهبوا اجري. لا توجد قوة إرهابية، لا توجد قوة إرهابية. اسمع، لا توجد ابدا. 200,000. انت تتحدث عن صراع غير متكافئ، انت تتحدث عن طيارات وباريجات وميليشيات طائفية. على فين اربعة؟ على فين اربعة؟ البسيطة التي تحاربكم لا يوجد. تهجير. لا 2004. ثم اريد ان اضيف، انا سمعت لك اسمعني. اولا المعارضة السورية وقعت على اتفاق وقف اطلاق النار، وغير صحيح انه الائتلاف، وانا لست جزءا من الائتلاف، ولكن غير صحيح ان الائتلاف او قوى المعارضة رفضت وقف اطلاق النار. على العكس، تعاونت وكافت فصائل المعارضة والقوى المسلحة، قوى الثورة المسلحة، وقعت على اتفاق اطلاق النار، وقام النظام بخرق هذا الاتفاق كما خرق كل الهدم السابقة وكما خرق كل الاتفاقات السابقة مدعومة بالروس. انتم لو لم تدعموا النظام السوري ولم تتدخلوا في الثورة السورية لكنا انتهينا من هذا الكابوس منذ زمن. نحن ليس لديكم مصالح ان تعادوا الشعب السوري، انتم تعادون الشعب السوري. هذه ليست، لا تصدق، وسيدفع ثمنا باهظا. روسيا ستدفع ثمنا باهظا ل100 سنة. تحاربون إرهابيين بينما ضحاياكم هم نساء وأطفال ومشافي وأسران ومخابز. ضحاياكم شعب مهجر خارج عن التعليم، تعليم أطفال سوريا وعدم تعليمهم بسبب قصفكم لسوريا. سيدة فرح أعتقد واضحة الأطفال سيكبرون في بلاد الاختراب ويتذكرون ما فعلتوه بسوريا. أود أن أسمع الأستاذ محمد، يعني إلى والأطفال ستنتقم من روسيا. الكل يتحدث أن الأطفال سينتقمون من روسيا عندما يكبروا. يريدون حسم موضوع حلب تحديدا قبل تولي السيد ترامب. لماذا؟ يعني هل السيد ترامب بالضرورة سيمنع روسيا من ونظام الأسد من المضي في هذه الحملة؟ التصريحات التي استمعنا إليها من السيد ترامب خلال الحملة الانتخابية وهي